لابد أن يكون كالملك. أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة على فراش الموت، ليش؟ نتيجة لجهل الأمة، نتيجة لعدم إدراك مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ها وزينب تبكي على أمير المؤمنين، أبا يا علي يا علي. الحسن عند رجل أمير المؤمنين ويلطم على وجهه، والحسين عند رأس أمير المؤمنين، الكل ينادي وأبتا، لأن أمير المؤمنين كان حنونا على أبنائه، كان حنونا على أيتامه. تدري بعد هذه الليلة من الذي يبكي على علي؟ الأيتام تجمعوا على دار أبيه المؤمنين، أين أبونا؟ ذاك يتيم بيعطيه الإمام، ذاك يتيم بيسقيه الإمام. شافوا الإمام اليوم ما مر عليهم، سألوا في أزقة الكوفة فأخبروهم بأن عليا مسجى على فراش الموت. يقول الإمام الحسن: أحضرنا أحدق طبيب في الكوفة، جاء إلى أمير المؤمنين. ما أدري قلبك يتحمل لولا أنتم من السادة أمير المؤمنين، ها جدكم علي بن أبي طالب. يقول الإمام الحسن سلام الله عليه: ما إن جاء هذا الطبيب وفتح عصابة أمير المؤمنين وإذا بالدماء تنزف على وجه علي. يقول له: تعالجوني بالدواء قلبي ترى إذا أنا الطبيب اللي يداوي الجرح بترى، ما شوف صاير لي دواء لضربة المحرى. ها وزينب تسمع أنين أمير المؤمنين، ها وزينب تسمع ذلك الصوت، آه آه، هام بها الخيال، هامت بها المشاعر، قالت: بنذر نذر كان الوصي تم مصيامه، وسمعوا على المنبر خطاباته وكلامه، والناس جاءوا لنا يهنون السلامة، لنشر بيارق بالبلد واعمل الزينة، بنذر نذر كان الوصي تم مصيامة، بنذر نذر كان الوصي تم مصيامة، وسمعوا على المنبر خطاباته وكلامه. آه أين المنادي وعليا؟ أين المنادي وإماما؟ نذر علي من المرض كان الوصي قام، لاجل الأبو لعمل الزينة سبعة أيام، وإن كان سواها الدهار بتعايد الشام، أسأل من الله لا يشمتهم علينا. هذا والطبيب مشغول بجرح أمير المؤمنين، أين المنادي وعليا؟ قال: علي بعرق شاء أحضر له ذلك العرق، أدخله في جرح أمير المؤمنين، وإذا بالطبيب يبكي وهو يقول: اعهد عهدك يا أمير المؤمنين، اعهد بعهدك يا علي وخط الوصية، وضربة الطاغي فيك ما بقت بقية، تيهت بالي والدوا تعذر علي، كيف الدوا ينفع وراسك صار نص، وعليا وإماما
الأصبغ ابن نباته يقول جئت عند دار أمير المؤمنين وأنا أسمع أنين علي بردفع صوتي بالبكاء. خرج له الإمام الحسن يا أصبغ انصرفوا من دار علي. قال له يا مولاي رجلاي لا تطاوعني أريد أشوف إمامي ومولاي. يقول بعد الإصرار أدخلني على أمير المؤمنين. يتحمل قلبك تسمع لو لا هذا الأصبغ يصف حالة أمير المؤمنين. يقول دخلت على علي فوجدته معصب بعصابة صفراء. يقول ما أدري هذه العصابة أشد إصفرارا أم وجه علي. فقال له الإمام لماذا البكاء يا أصبغ إنها الجنة. قال أبكي على فراقك يا أمير المؤمنين. بعد ذلك خرج الأصبغ عظم الله أجوركم. الآن تجي زينب تنظر إلى أمير المؤمنين أين المنادي وعليا. تتصور زينب ما إن رأت أمير المؤمنين وهو معصب بتلك العصابة ما قالت وعليا بل قالت وفاطمة. ليش يا زينب؟ قالت ذكرت بهذه العصابة عصابة أمي فاطمة. يعني ذكرت عصابة لطمة العين. يعني ذكرت عصابة لطمة الخد. والله يا ابويا بهالعصابة قلبي يرتاع كل ما نظرت لها اوين يا حلو الاطباع. صاب المرادي هامتك يا مشيد الدين شدوا بها صوابك اخواني حسن وحسين. اسمع شو تقول وكل ما نظرت لها ذكرت عصابة العين من لطمة على عيونها مكسرت الأضلاع. أي المصايب أحتملها يا سنادي ضربة عيون أميل عمت عيني يا هادي. لو ضربتك يا والدي بسيف المرادي. تحرك أمير المؤمنين من مكانه قال لها يا زينب لقد أيتيتيني مصيبتي بمصيبة أمك فاطمة. قالها يا بنتي والدمع بالخد سجاب أعظم علي والله من ضربة المحراب. يا علي يا علي. قالها يا بنتي والدمع بالخد سجاب تدرين عني من حزنها مصوب صواب أعظم علي والله والله من ضربة المحراب. من سيتها وقلبي عليها ذاب وارتاب. علي يا علي صوتك علي يا علي علي ما شاء الله. علي يا علي علي يا علي علي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام 10 مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
جميعا يا الله يا الله يا الله يا الله سبع مرات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.